نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والمناصب العليا، ونتمنى لكم انه هذا تطورون جيشنا لان انتم جيل المستقبل، تهتمون بجنودنا، جنود وضباطنا كذلك المروسيين احترام كرامتهم، لان هذا واجبه هو عايف اهله وجاي، نهتم بيهم ونعلمهم مو نعاقبهم، نعلمه بالبدايه، نوجهه نقول له انت اخطيت هالشكل مره ثانيه لا تخطا. الامر الناجح هو اللي يقدر، الامر مو شرط امر الفوج حتى امر السريه، اللي هو يكسب ثقه جماعته. شلون تكسب ثقه جماعتك؟ من تكون انت عادل وحازم وياهم وتحافظ على العلاقه الوديه بدون تسيب يعني للضبط، مو وياهم باي موقف توقف لهم بالمواقف الطارئه، المواقف الانسانيه هم توقف وياهم. فلذلك يحترمك الجندي احترام طوعي مو احترام اجباري على قانون يخافون عندك تعاقبه. صح بس انت قبل كل شيء. اي والله سيدي الله يسلمك ويستر عليك. اللهم اجعله خير ويكفيك شرها ان شاء الله. الله يسلمك سيدي الله يحفظك. بالتوفيق ان شاء الله. حبيبي سيدي ربي يحفظك. ويحفظك. يسلمك حبيبي سيدي. يا هلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالخير ان شاء الله. يسلمك سيدي رحمه الله عليك. اشكرك سيدي. اتمنى لك الخير والتوفيق. اشكرك سيدي.